السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق كتاب جيم للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني صفحة 45. المحادثة جورج أسكس جون about his family. جورج بيسأل جون عن الأسرة بتاعته. بيقول له سو جون when will your family be here؟ هتبقى إمتى الأسرة بتاعتك هنا؟ فقال له my wife نقاد to bring the children on Friday، هتحضر الأطفال يوم الجمعة. هنا في تو يبقى كده going to، يبقى هنا my wife مفرد تبقى is going وتو موجود. بعد كده قال له and نقاط to do when they get here. My wife is going to start a blog about American culture. زوجتي هتبدأ في مدونة عن الثقافة الأمريكية. يبقى ماذا سوف تعمل هي هنا؟ يبقى what is she going to. going بس to موجود، going to do. بعد كده سأله سؤال، قال له بقى هتعمل عن الثقافة الأمريكية، فقال إجابة. وبعد كده how about the children، وماذا عن الأطفال؟ يبقى هنا كده قال مثلا عجبوا الأخبار مثلا، ممكن يقول good news، ممكن يقول واو، ممكن يقول well done، ممكن يقول good news. بعد كده ماذا عن الأطفال؟ قالت she is اسمها ايه؟ she is young. بس صوفيا is going to go to the international school. صوفيا هتروح لمدرسة دولية. she is young، هي صغيرة. بعد كده عمل سؤال تاني، yes she is young، نعم هي صغيرة. so she will learn English easily، عشان كده هي هتتعلم الإنجليزي بسهولة. يبقى she is young، ممكن هنا الإجابة yes she is young. يبقى is she young، هل هي صغيرة؟ نعم هي صغيرة. بعد كده سألوا سؤال، قال له جودي ولا لوسي، لوسي is going to go to regular high school. يبقى وماذا عن لوسي؟ يبقى what about أو how about لوسي. what about لوسي. بعد كده سألت الاختيارات، the heavy rain was the cause of the، المياه الغزيرة، الأمطار الغزيرة دي سبب في إيه؟ في الفلود، الفيضان، اللي جاب رقم سي. السؤال الثاني، don't throw this، ما ترميش ديت، you can cut it any time you want، أنت تقدر تستخدمها في أي وقت أنت عايزه. يبقى reuse، الإجابة رقم A. السؤال الثالث، are there any empty rooms in this، هل في أي غرف فاضية فيه؟ يبقى الهوتيل الفندق، الإجابة رقم D. بعد كده السؤال الرابع، students should study hard to get good marks. يبقى get، الطلاب لازم يذاكروا بجدية، ينبغي إن هم يذاكروا بجدية عشان يحصلوا على درجات عالية أو جيدة. السؤال الخامس، this waste can نقاط بلوشن، هذه النفاية أو علبة النفايات أو صندوق النفايات بسبب التلوث. يبقى كوز، المفروض أحط اس هنا كده مش تبقى بالسبب عشان مفرد. السؤال اللي بعد كده، السؤال السادس، هي از جوينج تو، بعدين فعل في المصدر يبقى تو ترافل، الإجابة رقم دي. السؤال السابع، واتش أوت احترس، أكار نقاط يو، يبقى از هيتنج يو، العربية هتربطك، الإجابة رقم بي. لا معذرة، هنا واتش اوت بتيجي مع جوينج تو، يبقى از جوينج تو هيت يو، يبقى الإجابة رقم دي، دي غلط. السؤال اللي بعد كده، ذا مانز هات جوينج بلو، يبقى از جوينج تو بلو، يبقى از جوينج تو بلو، هتطير يعني بعيدا. السؤال الثاني، فريدة از جوينج، جوينج بعد كده تو فعل في المصدر، يبقى جوينج تو وين. السؤال الأخير اللي هو السؤال الثالث، ذا ستودنتس نوت تو جو، يبقى ارنت جوينج وتو موجود.